ينضمنا مشاهدينا من اسطنبول عبر وسائل التواصل، عفوا، او عبر الهاتف، الاستاذ محمد الاحمدي الناشط الحقوقي والصحفي اليمني، عفوا، عبر سكايب ايضا. اهلا بكم استاذ محمد. منظمه الامم المتحده للطفوله يونيسف تسلط الضوء مجددا على ملف تجنيد الاطفال في اليمن، ما مسؤوليه ميليشيا الحوثي عما يجري؟ حول مسألة تجنيد الأطفال بالنسبة لميليشيا الحوثيين في اليمن، أرجو فقط إثبات الصوت الذي يصلني، صوت يبدو أنه في صوت لتقرير يعاد. نعم. ما يتعلق بتجنيد الأطفال بحسب اليونيسف في الحقيقة، وهذه الأرقام التي أشير إليها في سياق تقريركم هي في الحقيقة أرقام مفزعة. أود أن أشير هنا إلى أن بحسب إحصائيات بعض المنظمات الحقوقية، فإن ثلثي قوام ميليشيا الحوثيين هم من الأطفال. الحقيقة أن الميليشيا الحوثية منذ نشأتها تحاول استقطاب الأطفال وصغار السن والزج بهم في صفوفها، ويعني تعبئتهم ثقافيا وفكريا بثقافة الكراهية والعنف، وهي في الحقيقة تستغل صغر سن الأطفال من أجل تعبئتهم بهذه الثقافة العنيفة، ومن ثم الزج بهم في ساحات القتال وفي حروبها. وبالتالي فهي تستخدم الطفولة في اليمن كوقود لمعاركها العبثية تجاه اليمن وتجاه وضد الدولة وضد المحيط الإقليمي بشكل عام. نعم. الميليشيا الحوثية تاريخها في الحقيقة تاريخ عنيف، ولكن هناك بعض القضايا التي تشكل في الحقيقة نقطة مهمة في النظر إلى طبيعة هذه الميليشيا. من بين هذه القضايا مسألة تجنيد الأطفال. الآن يعني يتحدث الناس في مناطق سيطرة الحوثيين عن اختفاء عشرات الأطفال ولا يعرف أين مصيرهم، ثم يكتشف لاحقا أنهم في صفوف الميليشيا الحوثية يقاتلون في الجبهات. ولك أن تتصور أن بعض المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية خلت من مقاعد الدراسة، أصبحت مقاعد الدراسة فيها خاوية على عروشها، لأن الطلاب تم استدراجهم والزج بهم في جبهات القتال. الميليشيا الحوثية وهي تعمد إلى تجويع المجتمع واستخدام أسلوب التجويع كأداة من أدوات الحرب على المجتمع، أيضا اضطرت بعض الأسر الفقيرة والتي فقدت أعمالها وأصبحت في تحت خط الفقر الشديد تحت وطأة الحاجة، سمحت لأطفالها بالذهاب إلى ميليشيا الحوثيين وإلى معسكرات الميليشيا الحوثية للتجنيد، ومن ثم الزج بهم في معترك الحروب والاقتتال. أستاذ محمد، هل تعتقد بأن موافقة ميليشيا الحوثي على الحل السياسي ودخولها في الحل السياسي في اليمن، من الممكن أن يلغي المسؤولية القانونية وأن يلغي محاسبة ميليشيا الحوثي عن إلحاق الضرر بأطفال اليمن وتجنيدهم فيما يجري في اليمن؟ يعني هل يستطيع أحد محاسبة ميليشيا الحوثي عما تقوم به فعليا؟ أعتقد أن أي حل سياسي في اليمن يجب ألا يكون على حساب حقوق الإنسان، بما في ذلك الطفولة في اليمن التي انتهكتها ميليشيا الحوثيين وسحقت الطفولة في اليمن. عندما يتحدث الآن المبعوث الأممي أو بعض الفاعلين الدوليين عن حل سياسي، فإنه يجب أن يكون في الاعتبار أن أي حل سياسي يجب أن لا يكون على حساب مسألة حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، لأن هذا سيكون سابقة خطيرة تؤسس لعنف دائم ومستقبلي، وتشجع جماعات العنف على الاستهتار بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقوانين حماية الطفولة في اليمن. وبالتالي أعتقد أنه سيكون كارثة كبيرة في حال تم التغاضي عن جرائم الميليشيا الحوثية على مدى 4 سنوات من عمر الانقلاب وأكثر في كافة مناحي الحياة، وبما في ذلك أيضا جرائمها وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الطفولة في اليمن. وبالتالي لا مجال للحديث عن أن أي حل سياسي يسقط
حقوق الأطفال وأهاليهم من الوصول إلى حق الانتصاف ومحاسبة الميليشيا الحوثية وقادة هذه الميليشيا على جرائمهم بحق الطفولة. في هذا الصدد، ألا ترى أن الأمم المتحدة تحاول بشكل أو بآخر عدم الإشارة إلى انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن؟ هذه الانتهاكات أيضا امتدت لمهاجمة سلال غلال القمح التي يمكن أن تنقذ آلاف من اليمنيين الذين يعانون المجاعة. الحقيقة للأسف الشديد موقف الأمم المتحدة خصوصا مكتب المبعوث الخاص لأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث ومواقف المبعوث الخاص تحديدا وبياناته وإحاطاته أمام مجلس الأمن تدعو للأسف وعلى أن يكون واحد من أدوات أو أن تكون أدوات إنفاذ القانون الدولي على هذا النحو من التدليل والمرابعة لميليشيا الحوثي وغض الطرف عن جرائمها الصارخة. يعني نحن نتحدث في الحقيقة عن جماعة فاشية أوغلت في دماء اليمنيين قتلا وإرهابا ومارست كل صنوف الانتهاكات والجرائم بحق الإنسان اليمني، ومع ذلك نلاحظ أن هناك نوعا من غض الطرف عن هذه الجرائم، وأحيانا يتم الإشادة بميليشيا الحوثيين وإظهارها كما لو أنها جماعة تتحلى بأي نوع من المسؤولية الأخلاقية والسياسية تجاه حتى مساعي الأمم المتحدة نفسها. يعني لا أدري، وفي الحقيقة هذا سؤال يدور في خلد وعلى ألسنة اليمنيين كلهم، ما هي مصلحة الأمم المتحدة وبعض مسؤوليها وبعض الوكالات التابعة لها من سياسة التدليل المتبعة مع ميليشيا الحوثيين، هذه الجماعة التي ارتكبت كل أنواع الجرائم بحق الإنسان اليمني، وأصبح اليمنيون اليوم رهينة لهذه الميليشيا تمارس بحقهم أشكال الترهيب والترويع من اختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري. تحويل ما يجري في اليمن إلى صراع بين طرفين، إلى أي حد أضر به الشعب اليمني وأوصله إلى هذا الدمار والأزمة الإنسانية التي تتفاقم ليس كل يوم بل كل ساعة؟ الحقيقة أن الأوضاع الإنسانية في اليمن في غاية السوء وتتفاقم بالفعل كل ساعة، تزداد معذرة المأساة الإنسانية تفاقما وفي كافة المجالات. هناك يعني دمار هائل للبنية التحتية للخدمات الأساسية الكهرباء والصحة والتعليم، وهناك انعدام لرواتب موظفي الدولة، وهناك اتساع لرقعة الفقر. اليوم نتحدث عن أن معظم يعني سكان الجمهورية اليمنية بحاجة إلى شكل ما من أشكال المساعدة، ويعاني الملايين من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهناك ملايين الأطفال يعانون من سوء التغذية. الوضع الإنساني في غاية السوء بطبيعة الحال، والمؤسف أيضا أن الحسابات المرتبكة للتحالف العربي بقيادة السعودية أيضا ساهمت في تفاقم المأساة الإنسانية بشكل أكبر. صحيح أن جذور الأزمة الإنسانية والمأساة الإنسانية هو بسبب ميليشيا الحوثيين وانقلابها على السلطة وعدوانها الهمجي على المجتمع اليمني ومصادرتها لإرادة الشعب اليمني ولحقوقه، ولكن أيضا إطالة أمد الصراع وذهاب بعض الأطراف التحالف العربي باتجاه حسابات ضيقة ساهم من تفاقم المأساة الإنسانية، وأفقد اليمنيين ثقتهم للأسف بالتحالف حتى العربي نفسه وبالحكومة الشرعية. وأصبح اليوم اليمنيون يضيقون ذرعا كل يوم بسلوك الميليشيا الحوثية الفاشية، وأيضا يفقدون ثقتهم بالحكومة الشرعية وبالتحالف العربي وحتى أيضا بمؤسسات إنفاذ القانون الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة. نعم، هل تعتقد بأن اتفاق الحديدة أستاذ محمد يعني من الممكن أن يغير واقع الأزمة الإنسانية في اليمن؟ كانت آمال اليمنيين عريضة بإمكانية أن يكون لاتفاق السويد ما يتعلق بميناء الحديدة وإعادة الانتشار وفتح الممرات الإنسانية أن يكون له دور في وضع حد للمأساة الإنسانية، ولكن كما هي عادة الميليشيا الحوثية عملت على المماطلة والتسويف ومحاولة الالتفاف على مضامين اتفاق السويد، وكان للأسف الشديد بتواطؤ مع المبعوث الأممي حتى هذه اللحظة، وهو أيضا حتى تواطأ مع مسألة
التجاوز الاستحقاقات الزمنية لعملية إعادة الانتشار والانسحاب من الموانئ، وعمل على تجزئة الاتفاق بما يسهل للميليشيا الحوثية عملية الالتفاف والمماطلة في إنفاذ هذا الاتفاق. وبالتالي حتى هذه اللحظة لا يزال الحال كما هو، وميليشيا الحوثيين تمتنع عن البدء في تنفيذ يعني خطوات اتفاق السويد بما في ذلك الانسحاب من الموانئ وتسليمها لقوات الأمن وللكوادر الفنية والإدارية التي كانت تعمل قبل انقلاب الميليشيا الحوثية في الموانئ وفي السلطة المحلية في محافظة الحدود. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الأحمدي، الناشط الحقوقي وصحفي اليمني، كنت معنا عبر سكايب. شكرا جزيلا لك.